الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين. سمع باب الصلاة. باب الصلاة ثم المتن. إنما تجب المكتوبة على مسلم مكلف طاهر ويقتل إن أخرجها عن وقت جم كسلا إن لم يتب، ويبادر بفايت، ويسن ترتيبه وتقديمه على حاضرة، ويؤمر مميز لسبع، ويضرب عليها لعشر كصوم أطاقه. ثم هكذا. وأول واجب على الآباء تعليمه أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة. هذا فقط في يعني باب الصلاة. ثم بعده باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة أو كتاب شروط الصلاة، فصل بشروط الصلاة. نعم. فإذا هذا الصلاة معناه أحكام تتعلق بالصلاة، ليس أحكام الصلاة. هذا سيأتي في باب صفة الصلاة، بعد شروط الصلاة تأتي يعني صفة الصلاة. هذا قدم المصنف بخلاف مثلا الإمام النووي رحمه الله، هو ذكر هذه المسائل بعد الصلاة حينما أذكر فيما ذكرنا. فإذا هذا تقديمه أعتقد حسن، بسبب أن كل من يقرأ هذا الكتاب يقرأ أولا يعني اهتمام الشرع بالصلاة، وذكر يعني يقتل تاركها، يقتل إن أخرجها عن وقت جم كسلا إن لم يتوب. هذا وعيد شديد من الأحكام، هذا وعيد شديد بالنسبة إلى تارك الصلاة. يعني الذي يقرأ هذا يهتم بالصلاة، يعني ولا يتساهل ولا يتهاون في أمر الصلاة، لذلك تقديمه لهذا الأمر أعتقد أن يسار حسنا. ثم باب الصلاة هي شرعا، يعرف ما هي الصلاة. الصلاة في الحقيقة هو مصدر صلاة، يصلو صلاة، صلاة بمعناه احترق في النار، صلاة يا صلاة بالنار، ورد هذه الصيغة بمعنى دخول النار في القرآن. فإذا هذا صلاة مصدره لغة، لكن شرعا معناه أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم صلاة له معنى آخر بمعنى الدعاء أيضا، دخول النار، وكذلك دعا بمعنى دعا يدعو، صلاة يصلو بمعنى دعا يدعو. فإذا صلاة بمعنى دعاء. هذا أقوال وأفعال مخصوصة، يعني أقوال، ليس أقوال فقط، ليس أفعال فقط، بل مجتمعة. هذا مخصوصة من أين تبدأ بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام، مفتتحة بالتكبير يعني بتكبيرة الإحرام، فالنية داخلة، ثم مختتمة بالتسليم، هناك تتم الصلاة، وسمية بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة. ما هي الصلاة لغة؟ وهي الدعاء. نعم. إذن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لماذا قال مخصوصة؟ أليس يكفي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم؟ لا يكفي هذا القدر، بل يجب يعني مخصوصة. لماذا؟ لإخراج سجدة التلاوة والشكر. سجدة التلاوة أيضا
تفتتح بالتكبيرة وتختتم بالتسليم. لو كان خارج الصلاة سجدة الشكر هكذا، سجدة الشكر لا تكون في الصلاة بل خارج الصلاة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. أما لإخراجه قال مخصوصة وسميت بذلك لاشتمالها على صلاة الوتر وهي الدعاء. والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة. وهذه كان يعني ظاهرة من في بلدنا رجل ادعى أن الصلوات المكتوبة في القرآن ثلاثة فقط، مع ذلك هو قال أنه أول زعم منه في الإسلام، لم يسبق له لزعمه أحد. هكذا هو هكذا هو يعترف، مع ذلك ادعى أن الصلوات يعني في القرآن ثلاثة، لذلك هو يدعو الناس إلى الصلاة ثلاث مرات. فإذا ناظره أي الصلاة هو من الصلوات، هو يعني ظهر عصر مغرب هكذا أعتقد. ثم فإذا ناظره واحد من علماء أهل السنة وأجاب بأن خمسة في القرآن موجود، وقرأ قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم لطرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأثبت بهذه الآية أن هناك خمس صلوات. هو لا هو لم يعترف، يعني هو معاند، كيف يعترف؟ وأثبت بهذا وقال أقم الصلاة طرفي النهار، فإذا هذا صلاتان، الصلاة طرفي النهار صلاتان. ثم زلفا من الليل، زلفا من الليل، الزلف كلمة جم أقل الجم ثلاثة، فإذا صارت الصلوات ثلاثة خمسة. فإذا هو سأل هل أنتم تصلون الصبح في الليل أو في النهار، وأجاب يعني نصلي في الليل. رحمه الله، هو أجاب يعني نصلي الصبح في الليل، زلفا من الليل هذا مغرب عشاء صبحي، هذه الثلاثة في الليل. أجاب يعني هذا الليل يبقى إلى طلوع الشمس، الليل يبقى إلى طلوع الشمس، ليل نهار، طلوع بطلوع الشمس ينقضي الليل يبدأ النهار. فإذا سأل فأنتم تصومون من طلوع طلوع الشمس؟ نعم، يعني أنتم تصومون تمام يعني النهار أو يعني النهار أو جزءا من الليل. فإذا أجاب هذا لقوله تعالى حتى يتبين خاصة، نعم حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هناك بين الله سبحانه وتعالى من أين نبدأ الصوم، فإذا بالنسبة إلى الصوم نهار آخر، هذا نهار شرعي ليل شرعي، بالنسبة إلى الصوم ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق، أما الليل والنهار عادة أو لغة ينتهي بطلوع الشمس. هكذا هو يعني أثبت عنده على خمس صلوات رحمه الله. يعني ذكاء علمائنا هذا لا يوفق إلا سني لمثلها. مثلا هذا عقلاني سأل لجهم رئيس الجهمية جهم بن صفوان سؤال، يعني ماذا سأله؟ عن وجود الله سبحانه وتعالى. سأله عقلاني هل رأيت الله؟
هو قال ما رأيت هكذا يعني سأله أسئلة، فإذا ما كان عنده جواب عن هذه الأسئلة كلها، فإذا هو تحير في وجود الله تعالى، ما استطاع أن يثبت وجوده عند الله، وجوده عند هذا المعاند، عند هذا الملحد، تحير. وقالوا في تاريخه أنه تحير الشهر، يعني هو كان يفكر كيف نثبت وجود الله تعالى أمام هذا المعاند معاند. يعني يذكر نفس القصة عن الإمام أحمد، إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فإذا هذا خاصمه معاند ملحد، سأله هذه الأسئلة في نفس الوقت، هو رد عليه هل سألت الروح، هل رأيت الروح، سأل الملحد هل رأيت الروح، أنت تعتقد بوجود الروح، هو اعترف يعني هذا الروح موجود، رأيت ما رأيت، هو ما رأى الروح، مع ذلك هو يعتقد أن فيه روح، فإذا كذلك الله تعالى غير مرئي عندنا ومع ذلك موجود، فإذا هذا الذي قلت يعني علماء السنة يعني يوفقون إن شاء الله. هذا خمس يعني ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم خمس في كل يوم وليلة، هذا معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة معناه فيكفر جاحدها، لو جاحد وجوب الصلوات المفروضة الخمسة يكون كافرا، فإذا لو لم يتب يعني يقتل مرتدا، يقتل قتال ردة، نعم. ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم هذا يعني كان بعض الصلوات مفروضة لبعض الأنبياء، لإبراهيم عليه السلام، بداود عليه السلام، هكذا صلاة صلاة التي اجتمعت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته، وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة 27 من رجب، نعم في هذا الشهر نحن في شهر رجب، نعم ليلة 27 هذا هو الراجح يعني في تاريخ الإسراء، متى كان الإسراء في خلاف هذا على شهر أنه ليلة 27 ثم هذا قبل وفاة خديجة رضي الله عنها، هي توفيت بعد النبوة في السنة العاشرة، نعم خديجة توفيت في السنة العاشرة، السنة العاشرة تسمى بعام الحزن بسبب وفاة خديجة، خديجة عائشة، بسبب وفاة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب، كلاهما توفي في السنة العاشرة، لذلك سميت هذه السنة بالسنة بعام الحزن، نعم بعد النبوة، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية للنبي الإسراء والمعراج، نعم هذا كما ذكر في تفسيره قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، ضالا معناه عاشقا محبا، فهدى يعني إلى الله تعالى أوصله وأنعم عليه بالوصال مع معشوقه بالإسراء والمعراج، فإذن كان أهم يعني أكبر حزن في هذا العام وكان أحب مسرة في هذا العام، وجك ضالا فدا هكذا قال بعض المفسرين، معنى ضالا يعني عاشقا عشقا كبيرا، فهذا يعني إن الله تعالى أنعم عليه بالوصال، هذا ثم ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها، يعني هذا فرض كان مجملا لم يبين، وقع التبيين والبيان من صلاة الظهر، نعم إنما تجب المكتوبة على كل الصلوات الخمس، للصلوات الخمس يقال المكتوبة، المكتوبة يعني المفروضة، كتب بمعنى فرض على كل مسلم مكلف، ثم
مسلم يعني لو كان صبيا. مسلم يدخل فيه الصبي يعني المميز وغير المميز والمكلف كله. ثم قال مكلف، فإذا خرج يعني الصبيان. وكذلك يعني غير العاقل، إذا العاقل والصبيان كلهم دخل في قوله مسلم. مكلف أي بالغ عاقل، ثم ذكرا وغيره. مسلم مسلمة أيضا، كذلك خنثى أيضا، هذا دخل في قوله ذكرا وغيره، سواء كان هذا المكلف ذكرا أو غير ذكر من أنثى وخنثى. ثم طاهر، طاهر مما من الحيض والنفاس، فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون. كافر أصلي خرج بقوله مسلم، صبي مجنون كذلك مغمى عليه وسكران، وهؤلاء خرجوا بقوله مكلف. سكران بلا تعد لعدم تكليفهم، هذا خلاف في الأصول عند الأصوليين، هل الكافر يعني مكلف بالفروع أو ليس بمكلف بالفروع، وهذا قول الشارح جرى على عدم تكليفهم بالفروع. وبعض الأصوليين قالوا وهم مكلفون بالفروع، فإذا والذين نفوا تكليفهم بالفروع قالوا وهذا ليس بممكن. لماذا؟ الفروع مثلا الصلاة والزكاة وهذا الصوم وسائر العبادات مشروطة بالإيمان، بدون إيمان ليس بصحيح. فإذا هم أجابوا هذا معنى تكليفهم بالفروع معناه يجب عليهم أولا الإيمان ثم يجب عليهم هذه الفروعات يعني من العبادات، كما كلف رجل محدث أي يتولى أولا، هذا شرط. الرجل المحدث مكلف بالصلاة، هل يصلي محدثا؟ لا، يتولى أولا، يتطهر من حدثه ثم يصلي. كذلك الكافر مكلف بالفروع معناه يؤمن بالله أولا، معناه وهو معاقب على ترك هذه الفروع في الآخرة، ومعاقب ليس على الكفر فقط بل على ترك هذه الفروعات أيضا، يعاقب في الآخرة مع أنه معاقب على ترك الإيمان. فإذا هذا جرى على الراجح، نعم، على عدم التكليف، ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما، ولا قضاء عليهم، بل تجب على مرتد ومتعد بالسكرين. إذن لعدم صحتهما منهما لا يجب عليهما على الحائض والنفساء، ولا قضاء عليهم، لا يجب القضاء عليهم على النفساء والحيض، لا يجب قضاء الصلاة. هل يجوز لهم قضاء الصلاة؟ لا يجوز لهم أيضا، لا يجب عليهم أداؤها ولا قضاؤها، ولا يجوز لهم قضاؤها. مثلا امرأة تقضي صلاة أيام حيضها، هذا ليس بجائز. عدم الجواز معناه التحريم. نعم. ثم بل تجب على مرتد ومتعد بسكر، نعم، على كل مسلم خرج به الكافر الأصلي. أما كافر غير أصلي من هو؟ هو المرتد. ثم بعد ذلك حينما ذكرنا سكران، ذكرنا سكران بلا تعد، لو كان بالتعد يعني هو عمدا شرب المسكر ومتعد، تعدى يعني حدود الله تعالى في هذه المسألة، ارتكب المعصية بشرب المسكر يجب عليه القضاء. أما المتعد كيف المتعدي بالسكر وغير متعدي بالسكر؟ مثلا رجل تناول شرابا ظن أنه دواء لكن في الحقيقة كان مسكرا، في الحقيقة كان مسكرا ولم يعرف هكذا.
ويقتل أي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنق إن أخرجها أي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها إن كان كسلا إن لم يتوب. هذا الرجل يعني الجاهد يقتل قتال ردة، وهذا الرجل أخرج الصلاة عن وقت جمع كيف أخرج كسلا يعني لم يخرجها يعني جحودا بل كسلا فقط بسبب الكسل الطبيعي يعني التحاول مع اعتقاد الوجوب. هذا يقتل المسلم المكلف والطاهر حدا يقتل يعني حدا يقتل. ما الفرق بين القتل حدا والقتل ردة؟ المقتول حدا يصلى يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا، أما المقتول ردة لا يوصل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابرنا بل يدفن في مقابر الكفار. هذا هو الفرق. هدا بضرب عنق ثم كيف يعني طريق القتل؟ هذا ضرب العنق فقط ليس يعني شنقا ولا يعني بإيتاء دواء أو بحقنة سم، هكذا لا يقتل بل يقتل يعني بضرب العنق. إن أخرجها المكتوبة عامدا، كيف أخرجها عامدا يعني ليس نسيانا عن وقت جم لها إن كان يعني لو كان لهذه الصلاة وقت جم فأخرج عن وقت جمع، مثلا أخرج الظهر عن وقتها عن وقت العصر لأن له وقت جمع، أما الصبح ليس له وقت جمع، العصر ليس له وقت جمع متأخر. هذا الإخراج يعني عن وقت جمع متأخر، فإذا هذا يكون في الظهر والمغرب فقط، أما في العصر والعشاء والصبح لا يكون. الصبح لا يكون له أصلا وقت جمع، أما العشاء والعصر ليس لهما وقت جمع تأخير بل لهما وقت جمع تقديم عن وقت جمع لها. حكم قتلهما من؟ واجب يعني واجب على الإمام، واجب نعم على إمام البلد على حاكم البلد يجب، هذا من مسؤوليات الحاكم ليس من مسؤوليات الأفراد. الأفراد لا الفرد لا يتولى مثل هذه الحدود، هذا حدود الجنايات يعني يسأل بها حكام البلد. كيف نثبت أنه صلى أو لم يصلي بالشاهدين أو نعم بالشاهدين أو يعني حاكم عرف بنفسه؟ هذا ممكن، هذا الرجل كان خادما للحاكم كان يستصحبه دائما لكن ما صلى، هو عرف بنفسه أو ثبت عنده بالبينة. هذا طريقان في كل جناية، لو كان الحاكم يعني عرف بنفسه يقبل في بعض الجنايات أو ثبتت عنده بينة على تأخير الصلاة فإذا يقتلها. يعني وجوب الحدود خاصة بالحكام. نعم نعم بالحكام. بالربع يمكن أن عامدا عن وقت جمع كسلا يعني تهاونا، هذا هو مع اعتقاد وجوبها. هذا مع اعتقاد وجوبها هذا بيان لمعنى الكسل. الكسل لا يكون مع إنكار الوجوب وجحوده إن لم يتب بعد الاستتابة، يعني الحاكم استتابه طلب منه التوبة لكن لم يتب فإذا يقتل، وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة، فإذا هذه الاستتابة واجبة أو يعني مندوبة فيه خلاف، الراجح أنه مندوبة يعني الحاكم هكذا ثبتت عنده بينة بالبينة ترك صلاة أو تأخير رجل صلاة عن وقت الجمع، فإذا يجب عليه الاستتابة أولا، هكذا قال بعض العلماء، بعض قال يندب يستحب له الاستتابة.
كيف الاستدابة؟ يعني هو يقضي هذه الصلاة، فإذن يأمره أن يقضي الصلاة، فإذن لم يقضي. بعد الاستتابة، وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة، لكنه يلزم قبل التوبة يعني قبل الاستتابة. رجل يعني حاكم قتل هذا الذي أخر الصلاة عن وقت جمع، كيف قتل بدون الاستتابة؟ لا يضمن يعني هذا الضمان بالدية، لا يجب عليه إيتاء الدية لعصباته. نعم. لكنه يلزم. لماذا يلزم؟ يعني هو لم يستتم لذلك، ويقتل كفرا إن تركها جاحدا ولم يعتقد وجوبها، جاهدا وجوبها، فلا يغسل ولا يصلى عليه. هذا هو الفرق بينهما، بين القتلين. ويبادر من مر بفائت وجوبا ان فات بلا عذر. شيخنا، عندما صلى الرجل في الاحد فات مصلاته فهل يكون هذا التهاون؟ صلى رجل فحدث مع الحدث، مع الحدث، نعم، أثناء الصلاة أحدث، نعم، وأتم الصلاة حتى لا يظهر بين الناس مثلا، هل هذا رجوعه يكون تهاون؟ لا، هذا لا يكون من هذا القسم. هذا القسم يعني ترك الصلاة تماما ولم يصلي. هذا الرجل في الظاهر صلى، عند الحاكم يجري عليه حكم المصلي، صلى، اما بينه وبين الله تعالى هو لم يصلي. فعله ذلك كي لا يعيره الناس، هذا حرام؟ فعله مواصلته على الصلاة، نعم، هذا حرام، نعم، هذا حرام. ما حدثه في اثناء الصلاة لو يعني استمر في صلاته فهو حرام، حتى لو عمل ذلك بأن لا يعيره الناس. هذا الناس يعلمون، لذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، يعني هو يعني ماذا يفعل؟ يغطي أنفه ثم يخرج، فإذا الناس يظنون أن الدم من الأنف خرج، نعم، فإذا هكذا يخرج بالهيلة، فإذا ليس له هذا الطريق لأجل التهمة يستمر بالصلاة، لا، هكذا يحتال هيلة، إما هذا أو غيره. أسمع. أحدث في أثناء الصلاة وأتمه مع أنه محدث، يعني هذا يكفر مع أنه أتم الصلاة محدثا أو يكون استخفافا له بالصلاة؟ هل يكون كافرا؟ لا يكون هذا كفرا، ممكن هذا اتمام الصلاة بسبب خشية العيب، الناس يعيبونه لو ذكر، فإذا هذا لا يعتبر استخفافا بالشرع ولا استهزاء به، يكون عنده عذر، مع هذا العذر ليس مقبولا بالحقيقة عند الله تعالى، فإذا هو عاثم بينه وبين الله تعالى، ما في عين الناس وهو صلى، هم لم يعلموا حدثه وأدى صلاته. وكذلك الحاكم أيضا، الحاكم لا يجري عليه شيئا من الأحكام لأنه صلى في رؤيته وحكمه، لكن بينه وبين الله تعالى هو عاصم. ثم يبادر من مر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر. فإذا هكذا لو فاتت رجلا صلاة ممكن تفوت بعذر أو بلا عذر، في بعض الأحيان تفوت بعذر، في بعض الأحيان تفوت بلا عذر، سيبين ما هي العذر. نوم لا يعتد به، وكذلك نسيان، فهكذا عذار معينة فقط، ليس كل ما ظن الناس عذرا ليس بعذر، بل فقهاء بينوا ما هي الأعذار،
تجوز تأخير صلاة عن وقتها. فإذا لو كان بعذر ممر يعني المسلم المكلف هكذا بينا هذا هو ممر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا يبادر يعني يسرع بقضائه فيلزمه القضاء فورا. فورا ما معنى الفورية؟ هذا الذي يبين نقلا عن قول شيخه أحمد بن حجر رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء هذا معنى الفورية. فإذا هكذا مثلا رجل فوت صلاة مدة شهرا أو سنة أو يعني سنوات بعد ذلك أراد أن يتوب هكذا. فإذا ماذا يفعل؟ وهو يقضي جميع صلواته كيف صارفا جميع زمنه جميع وقته لقضاء الصلاة لا يقضي أو لا يصرف شيئا من وقته إلا في قضاء الصلاة. لكن هناك استثناء الضروريات هذا الذي يقول ما عدا ما يحتاج لصرفه يعني ما يضطر لصرفه فيما لا بد له منه. ما هو ما لا بد منه؟ إما قضاء الحاجة أو إما أقل لقمة يقيم صلبه ليس يعني أكل شبعا ولا يعني مفتخرا ولا مفاخرا بل هذا نعم بل يترك يعني كل عمل وكذلك يترك جميع المندوبات هذا سيدي يقضي يصرف جميع أوقاته لقضاء الصلاة هذا معنى قوله يبادر أو يلزم القضاء فورا هذا بيانه فيما لا بد منه. فإذا كذلك ممكن لو كان له أهل وأولاد فإذا هو يصرف وقتا قليلا لأجل نفقتهم فقط. فإذا كل يوم ماذا يحتاج للإنفاق عليهم وهو يكتسب لذلك لو كان تاجرا فيتجر بهذا المقدار فقط ثم بعد ذلك يصلي 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 هكذا. ثم وأنه يحرم عليه التطوع التطوع يعني فإذا هو هذا الرجل الذي فاتته صلاة بلا عذر لا يصلي النوافل أيضا بل يقضي المفروضات المكتوبات هكذا. في بعض البلاد الناس يفوتون الصلوات طول السنة ثم هم يأتون في رمضان إلى المساجد ويصلون التراويح. عندكم في كل بلد يوجد هذه الظواهر لا يخلو بلد عنها. فإذا هذا ما ذكر يعني في حقهم أيضا واجب هذا التراويح حرام في حقهم. تطوع يحرم هكذا قال أنه يحرم عليه التطوع بل ماذا يفعل؟ هو ينعزل من الصف من جماعة التراويح والوتري ثم هو يقضي ما فاتته الصلوات هذا هو أصل الواجب. لكن هناك استفتي بعض علماء الإبار لو قيل لهم هذا الحكم ممكن هم لا يأتون للتراويح أيضا ولا يصلون في رمضان أيضا بل يذهبون يفسدون حتى في رمضان يعني هم يستغلون بغوايتهم وبطالتهم وفسادهم يقولون الغيبة والنميمة وهكذا يقضي هذه الأوقات الشريفة أيضا في الفساد. فإذا هل يجوز لهم هكذا استفتيها فإذا أجاب نعم بالنسبة يعني إلى مثل هذه الرجال يجوز التراويح وأمثاله في رمضان بسبب يعني ماذا يقال احتمالا لأخف المفسدتين احتمالا لأخف المفسدتين بالنسبة إلى ترك التراويح أيضا يكون المفسدة أعلى. فإذا الأعلم يترك ويستغل بالله خفي فإذا لا نمنعهم من مثل هذا العمل بل يفعلون ما يفعلون هكذا.
فهذا ممكن يعني يكون فيه ثواب أيضا لو كانت طبيعته هكذا. وفي ورد في حديث وفي بضع أحدكم صدقة. فإذا سأل بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا، وهذا يقلي حاجته، رجل يعني يقلي شهوته، فإذا كيف يكون في صدقة؟ فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لو قلى شهوته في طريق حرام هو ذهب يزني يعاقب، فإذا لم يذهب يزني بل تزوج امرأة وقضى حاجته بطريق حلال، لأجل ذلك يكون يكتب له ثوابا، هذا أمر مباح في الأصل، مع ذلك يكتب له ثوابا. فإذا هو يأتي إلى مثل هذه العبادات في رمضان وهو يكف عن الشر، فإذا له ثواب. في المذهب هذا هو الراجح، لكن وجدنا فتاوى بعض العلماء هكذا. مثلا يجوز لهم له ان ياتم بامام يصلي التراويح ويقضوا معه. نعم. جائز. فإلا يسلم بعد ركعتين هو يقوم ويتم الصلاة. مثلا يقضي اربع ركعات. هذا ايضا يجوز في عقله. هذا جائز. يعني هو يسأل عن هذا الرجل يصلي مع الإمام الفرض، الفرض الإمام يصلي التراويح. هذا نعم، هذا أيضا جائز، هذا حيلة. لكن أنا قلت في رجل هو لا يفعل هذا أيضا، بل هو يصلي التراويح. لو بينا له، لو بينا له هذا الحكم لا يجوز عليك هذا التراويح، بل يجب عليك قضاء ما فاتتك من الصلوات، ماذا يفعل؟ هو ينصرف من المسجد إلى السوق يشتغل بالفساد. بالنسبة إلى هذا الرجل نتركه على ما يفعل. أما الراجح في المذهب هذا الذي ذكر الشارح رحمه الله عندها، ويبادر به ندبا، المبادرة ندبا، إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك. نوم لم يتعد به معناه صار يعني نوما مستغرقا للوقت، أو يعني غلب عليه النوم بعد دخول الوقت ونام، حينما نام يعني أراد أن يستيقظ قبل فوات الصلاة وأن يصلي، لكن استغرق النوم، غلب عليه النوم حتى يستغرق الوقت، هذا هو نوم غير متعد به، كذلك نسيانا غير متعد به هكذا. ويسن ترتيبه تغيير العقد مثلا الصلاة. هذا هو السبب للعذر، هذا لا يجب عليه الصلاة. نعم، هذا بسبب العلاج يكون عذر. أنزلت يعني هذا السكر يعني بسبب العلاج لم يتعد. وهذا سكر لم يتعد به، هذا ليس في الحقيقة سكر، بل هو يعني إغماء من قسم الإغماء، هنا لا يجب عليه الصلاة. مثلا العملية الجراحية نعم، للعملية الجراحية وشرب يعني أدويته، التنويم الصناعي أنستيشيا تقولون هذا. فإذا يعني استغرق مثلا وقت المغربي أو يعني هكذا بقي يوما أو يومين، ممكن هكذا يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، فلا يجب عليه قضاء هذه الصلوات، ليس بواجب عليه، هو رجل مغشي عليه. ثم لو كان هذا تنويم عقلي، أما لو كان تخدير علو يجب عليه الصلاة، للعملية يكون هكذا يعني يعني تخدير تجميد علو فقط يكون، وهذا رجل عاقل، هو رجل مستيقظ لم يزل عقله، أما تنويم عقلي لا يجب عليه الصلاة، هو رجل مغشي عليه. ثم ويسن ترتيبه أي الفائت، فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا، وتقديمه على حاضرة أيضا سنة، يسن ترتيب أولا
يصلي الصبح ثم الظهر هكذا في الفوائد ينظر على الترتيب يقضي. وكذلك تقديمه على حضرة يعني رجل عليه قضاء صلاة صبح أو ظهر هكذا ثم هو يقضي يعني في وقت الظهر. إذن يقضي أولا هذه الفائدة ثم يقضي يصلي الحاضرة. هذا إلى سنة لا لكن هناك لا يخاف فوتها. لو خاف فوت الحاضرة يصلي الحاضرة أولا إن فات بعذر. وهذا متى يكون مسنون؟ إن فات بعذر. وإلا هذا واجب يعني تقديمه على الحاضرة يكون واجبا لو فات بلا عذر. وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد فإذا للحاضرة تجري جماعة. فإذا هو هل يحضر في الجماعة يصلي معهم هذه الحاضرة أو يقضي الفائتة ثم يصلي بدون جماعة. نعم هو يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ولو بدون جماعة. إن خشي فوت جماعتها على المعتمد هذا هو المعتمد. وإن فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. هذا محترز قوله إن فات بعذر يسن تقديمه على حاضرة. ثم إن فات بلا عذر يجب تقديمه عليها على الحاضرة. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعدها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدو بها. الفوات يعني ليس فوات تمامها بل فوات بعدها يكفي. فإذا يلزمه البدو بها. لماذا؟ لأن تكون الحاضرة أداء تماما. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر. يعني لو كان على رجل فوائد بعضها فاتت بعذر وبعضها فاتت بلا عذر ماذا يصلي أولا؟ ما فاتت بلا عذر ثم يصلي ما فات بعذر. هذا ترتيب بين الفائت بعذر وبين الفائت بلا عذر. ثم وين فقد الترتيب نعم لأنه سنة. الترتيب سنة والبدار واجب. المبادرة واجب في حق الفائت بلا عذر. ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر. هذا رجل عليه فوائد بعذر فإذا ماذا يفعل؟ يصلي الرواتب ثم يقضي يعني الفائتة. مثلا هذا رجل عليه صلاة ظهر وعصر فائتتان بعذر. إذا يصلي الظهر ورواتبها ثم يصلي العصر ورواتبها هكذا أو يعني يصلي الظهر والعصر أولا ثم يصلي رواتب جميعهما بعد الظهر والعصر. هذا هو الأفضل. يندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر. هذا لو كان الفوائت بعذر. أما لو كانت الفائتة بلا عذر ماذا يفعل؟ يجب تأخيرها. تأخير الرواتب عن الفوائت بغير عذر. لأننا قلنا يحرم التطوع. نعم يحرم التطوع. نعم بالنسبة للصيام أيضا. للصيام؟ يعني نفس الحكم بالنسبة للصيام أيضا إذا فات الصوم. نعم مقبول. نعم بعض الأحكام لا يتصور في الصوم. يعني إذا لم يصوم لعذر القضاء فورا. نعم هذا جاري هناك أيضا. يعني هذا الحكم يعني رجل فاته صوم بلا عذر يحرم عليه التطوع بالصوم بل هو يقضي هذا الصوم الفائت. نعم. إذا فات الصلاة بلا عذر ثم هناك يمكن يعني التداخل بين الصومين. عند قضاء صوم فرض يجوز له يعني نية صوم نفل. مثلا لو قضى في يوم الاثنين يقضي هذا الصوم بنية القضاء ومعه ينوي صوم اثنين. إليه يعني المراد المقصود بصوم نوافل إيقاع صوم في هذه الأوقات. لذلك الإمام ابن حجر هكذا ذكر في مسألة صوم التداخل. أما في الصلاة لا يمكن التداخل. فرض فرض فقط نفل نفل فقط. ثم تنبيه
من مات عليه صلاة فرض لم تقضى ولم يفد عنه يفدى عنه من الفدية ولم يفدى عنه هكذا يعني بخلاف حكم الصوم مات عليه صوما فإذا يفدى عنه يعطى الفدية عنه أما هنا لا يفدى عنه ولا تقضى عنه أيضا هذا هو الراجح لم تقل معناه يمتنع قلاؤها هكذا لابد لم يفدى عنه لم يعت الفداء عنه فداء يعني مد طعام نعم أنا أقصد بالفوقانية لا تحتانية لم يفدى عندكم تفدى عنه تفضل. لم تقلع يعني وعنده تفضل هذا الأمير يرجع إلى الصلاة لم يفدى عنه هذا نائب فاعل يعني عنه ضمير عنه عن الميت نعم لم تفضل الصلاة نعم عن الميت لم تعطل فديته عن الصلاة عن الميت نعم هو في التحقيق هو في النسخة التي تفعل يفدى تفعل نعم مكان تفدى عندي تفعل ولم تفعل هنا في نسختين تفعل ولم تفعل عنه نعم لم تقلع ولم تفعل عنه هذا ليس جيد لم يفدى عنه هذا هو صحيح الأمير لا يرجع إلى الصلاة نعم لذلك نسخة عندنا هذا عند المحقق لم يثبت غير هذه النسخة لم يفدى عنه ثم وفي قول أنها تفعل عنه أنها تفعل عنه في نسخة هناك نص أنها تفعل عنه أنها تفعل عنه يعني جاز للولي غيره بإذنه أن يفعلها عن الميت فإذا رجل مات كان عليه صلوات بسبب مرضه ماذا يفعل وليه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بإذن الولي يعني غيره زوجته بعض أحبائه أقربائه يقضي هذه الصلوات هكذا قول عند في المذهب عند الإمام الشافعي رحمه الله في قول للشافعي أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا لعادت إلى الوصية بدون ذلك حكاه العبادي عن الشافعي رحمه الله إمام العبادي لخبر فيه يعني ثبت خبر هكذا الخبر مقصود به الخبر بالصوم أنا بالصلاة قياساً على من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه أنا هذا هو المقصود به أليس كذلك؟ الصلاة تثبت قياساً على الصوم أقصد ليس هناك خبر مخصوص بالصلاة لخبر فيه لا هذا بالنسبة إلى الصوم هذا خبر مشهور إذن ما هو الخبر شهر ممكن بمسألة الصلاة لخبر فيه في حديث في الصيام في الصيام هكذا حديث الصوم من مات وعليه صيام وشذلك لخبر فيه أخرجه نعم ليس هذا لخبر به شيخ
لم تحتاج كفارة وجه أمير. ها؟ صلاة. ها؟ صلاة. لم تفعل إيش؟ إحضار الإسلام. ماذا؟ الضمير في إيش؟ بحثت عن هذا الخبر ما وجدته في خصوصية الصلاة. مش هم يرجعوش. أنا أراني ظاهره أنه في الصلاة نعم من السياق والكلام فيه نعم الشافع يقول بأرض يرضي إن شاء الله أراني بعدين على ظاهر أنه بالصلاة وفعل به السبكي رحمه الله عن بعض أقاربه الإمام السبكي رحمه الله حينما مات أمه هكذا ذكر الباجوري حينما ماتت أمه رحمه الله كانت عليه فوائد فإذا قال الإمام السبكي رحمه الله هذه الصلوات يعني في الحقيقة ترغيب في هذا الفعل ولو كان الراجح أنها لا تفعل عنه ولا يفدى عنه لكن هذا نقل القول الثانية وكذلك فعل الإمام السبكي رحمه الله ترغيبا لهذا الفعل حتى يتخلص الميت من عهدة الصلوات لا بأس بها نعم ينبغي أن يفعل حتى لو كان الوارث مثلا لم يكن على علم كم فعل سديوك فإذن هو يعني ماذا يفعل في نفسه يعني حتى يغلب على ظنه أنه قضى جميع ما عليه هكذا يقضي عددا مثلا رجل فاته صلوات لا يدري كم هو ماذا يفعل قال العلماء انه يقضي عددا من الصلوات يغلب بها عليه ظنه انه قضى جميع ما عليه فاذا هكذا يقدر تقديرا ثم ويؤمر ذو صبا ذكرا او انثى مميز يؤمر مميز هكذا المتن فإذا قدر شارعه موصوفا له مميز يعني صيغة مذكر لذلك قال ذو صبا حينما قدر ذو صبا دخل فيه الذكر والأنثى لو قال صبي لا يدخل فيه الصبية مميز بأن صار يكون ثم يبين كيف يكون الطفل مميزا بأن صار يأكل ويشرب هذا فعل صار هنا ناقص للسيرورة صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده يأكل ويشرب ويستنجي وحده يعني بانضمام يأكل ويشرب الأولاد حينما يبدون الأكل يأكل بعض ويرمي بعض الطعام ويترك بعض الطعام ليس هذا بل يعني بنظم يأكل بالضبط يأكل ويشرب ويستنجي وحده يعني يستنجي استنجاء تاما حتى له إدراك عن زوال النجاسة وعدم زوال النجاسة هذا هو أي يجب على كل من نبويه يؤمر هكذا قال بصيغة المجهول من الآمر لم يبين فإذن هو يبين هذا الذي من تمام المفاد شارح ذكر يتمم مفاده أي يجب على كل من أبويه الوالد والوالدة الأب والأم وإن على يعني الجد الجدة عليهم جميعا ثم الوصي يعني لو لم يكن أحد منهم يجب على الوصي
الوصي يعني وكذلك بعض الأولاد يكون قيم لا يكون وصي. وصي يعني من يوصي والده عند اهتلاله بأموره، هذا هو الوصي. عندما يحتل الرجل له أولاد صغار، فإذا يوصي رجلا أو امرأة بتربية أمور أولاده، هذا وهذا من الوصية، هو الوصية. أما القيم يكون من جانب الحاكم للأيتام، هذا يتيم ليس له ولي ولا مرب، عندئذ الحاكم يوكل رجلا أمر هذا اليتيم إليه، يقال له قيم. يجب على القيم إذن، هنا ذكر الوصية، وعلى مالك الرقيق إذن ثم أن يأمر، ماذا يجب عليه؟ من يأمر بهذه الصلاة ولو قضاء، يعني يأمر بالقضاء أيضا، يعني هو فوت صلاة الظهر، فإذا مضى وقت الظهر، هل يأمره بقضاء الظهر؟ يأمره بقضاء الظهر أيضا من سبع سنين، فإذا هذا الأمر بسبع سنين، فإذا متى يعلم الصلاة؟ قبل سبع سنين، وإلا كيف يمكن الأمره والامتثال بأمره؟ قبل سبع سنين يجب أن تعليم الصلاة، فإذا يمكن أن أمره بالصلاة من سبع، فإذا يستطيع امتثال أمره، إلا لا يمكن استطاعة أمره. نعم نعم. بعد سبع يؤمر بها ليس بالصلاة فقط وبجميع شروطها أيضا، فإذا ليس مجرد صلاة، بل يأمره أولا بأن تتوضأ بالوضوء ثم ستر العورة ثم استقبال القبلة وهكذا، ليس الأمر بالصلاة فقط، أمر الصوم يعني يتوقف على طاقته يعني. لا يكفي التمييز. أما سائر يعني أمور شرعي كلها يعلم ويؤمر في هذه الأوقات، ليس الصلاة فقط. على الأب، على الأبي ثم الأمي، على الأبوين، هكذا على كل من الأبوين، على كل من الأبوين، ليس على الأبي فقط وعلى الأمي فقط، عليهما وعلى جديهما، جديه وعلى جديه وهكذا، ثم من يتولى أمره على كل نجم، ثم لسبعين أي بعد سبع من السنين أي عقب تمامها، وإن ميز قبلها، ممكن رجل يكون مميزا قبل سبع سنين، لكن هذا واجب من تمام سبع سنين، هذا سبع سنين هجرية أيضا ليس شمسية، يعتبر هنا سنة هجرية. وينبغي مع صيغة الأمر التهديد أيضا، لا يكفي يعني صلي صلي، يعني لو تهاون أو لو أحس بأنه يترك، فإذا يجب أن وعيده وتهديده وتخويفه، لو لم تصلي كذا كذا، يعني أولا يخويفه بعذاب الله تعالى، يعني تعاقب عند الله تعالى، هكذا تخويف، هذا معنى التهديد. كذلك يقول صلي وإلا ضربتك إلى، وهكذا لو كان التهديد محتاجا يهدد هكذا يخويف، ثم يضرب ضربا غير مبرح وجوبا مميز ذكر عليها ممن ذكر مميزا ممن ذكر وجوبا ممن ذكر، فإذا هذا الضرب ينبغي أن يكون غير مبرح. ما معنى غير مبرح؟ تبريح يعني لا يشين عضوا ولا يكسر عظما، فإذا لا يكسر عظما، وكذلك لا يشين عضوا، يعني لا يؤثر على العظم، لا على العضوي عضوي، يعني لا يجرح الجلد بل يؤلم فقط. فإذا الضرب أثره ثلاثة أقسام، الإيلام وكذلك الجرح وكذلك الكسر، فإذا ينبغي أن لا يكون كسر عظم ولا يكون يعني جرح عضو حتى يسيل الدم هكذا، بل إيلام فقط، هذا هو يعني للتهديد. الأثر على الجلد أو مثلا
السواد. مجرد الاثر فلا باس. يعني هذا يختلف بطبيعة البشرة. لو كان يعني الضرب خفيف الله أيضا يتأثر بتغير اللون. أليس هذا الجرح هو المراد؟ لا يشين حلوا. بعض لطمها وأحمر الوجه. لا لا هذا يتقى الوجه. هذا في الحد أيضا. هذا يعني أدب. هذا الضرب تأديب. ليس هذا الضرب حد. لا أغلظ منه ضرب حد. في الضرب الحد أيضا يتقى الوجه لا يضرب في الوجه. الضرب على الأليتي والظهر من الأصابع على الأليتي. نعم. ثم في الضرب الحد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه. هذا في الضرب الحدي ورد. اضربوا الرأس اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه. نعم. ورد في الأثر. في الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لا هذا ورد في أمر الحدي. الجلدة 80 مرة 100 مرة فإذا اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه هكذا ورد عنه الأثر. ذلك هل يضرب في الرأس أو لا يضرب فيه اختلاف. أما يتقى الوجه هذا ورد في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا يضرب في الوجه حتى في يعني الحد أيضا. أما هذا يعني ضرب تأديب ليس هذا ضرب حد. ثم عليها أي على تركها. عليها مثلا تعزيل السبي بالحبس في الغرفة مثلا تصلي يعني هذا من التهديد فوقه الضرب والتخفيف بمنع عن الجوال بمنع الجوال ينبغي أن يمنع الجوال ينبغي أن يمنع من الجوال يفسد كل فساد يأتي منه. ثم أي على تركها ليس على فعلها الضرب ولو قضاء. فإذا هذا طفل فوت صلاة ظهر ثم أمره بقضائها فإذا لم يقضي لأجل ذلك أيضا يضرب أو ترك شرط من شروطه أو هو صلى يعني بدون يعني وضوء أو بدون ستر عورة فإذا يضرب متعالي 20 أي بعد استكمالها. للحديث الصحيح مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها كصوم نطاقه. هذا ليس مسألة خاصة بالصلاة بل الصوم أيضا هكذا لكن في الصوم يتوقف طاقته ليس التمييز بلا 7 سنين ولا 10 سنين بل يجب الطاقة أيضا. فإذا هذا طفل بالغ 10 سنين طائق للصوم لو ترك يضرب وإلا لا يضرب بسبب تركه عدم طاقته فلا يضرب. فإنه يؤمر به 7 ويضرب عليه 20 كالصلاة. وحكمة ذلك التمرين على العبادة يعني هذا ليس بواجب على الصبيان غير البالغين. هذا الصلاة والصوم ليس بواجب أصلا بل المكلف يعني البالغ. فإذا قبل البلوغ لماذا يؤمر وقبل البلوغ لماذا يضرب أيضا لـ20 يعني ليس ببالغ قبل البلوغ يضرب أيضا. فإذا حكمته التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها تدريبه على الصلاة. فإذا هو يتدرب على صلاة إذا حين بلوغها لا يفوته صلاة ولا يترك صلاة هكذا لأجل ذلك هذا على وجه التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها. لذلك يصاب عليه أيضا الله تعالى يصيبه على صلاته يصاب عليه. ثم وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم وبحث عليهما من غير ضرب
ليلف الخير بعد بلوغه وإن بالقياس ذلك عندنا. فإذا هذا قن يعني رقيق صغير كان كافرا كان كافرا يعني بسبب كفر والديه. لو أسلم أحدهما هو أيضا يعتبر مسلما في الإسلام يتبع يعني أشرف والديه. فإذا هكذا والداه كافرين لذلك هو كافر لكن نطق بالشهادتين. وشهادته هذا النطق بالشهادتين لا يعتبر الآن ويبقى كافرا بل نطقه بالشهادتين يعتبر بعد بلوغه يعتبر مسلما الآن يعتبر يعني متابعته لوالديه. فإذا يؤمر ندبا بالصلاة لماذا؟ لأجل هذا التمرين بالصوم والصلاة هكذا. وبحث عليهما من غير ضرب يحث عليهما نعم يحث بالله نعم يحث يعني هذا القن الكافر نطق بالشهادتين يحث عليهما يعني يرغب فيهما ترغيب حث ترغيب لكن لا يضرب من غير ضرب. لو كان بعد العشر أيضا لا يضرب بل يقول ويأمر هكذا ليلف الخير بعد بلوغه. لماذا؟ بعد بلوغه هو ينطق بالشهادتين يصلي يبقى على عادته لذلك. لكن وإن أبى القياس ذلك القياس يعني لا يطلب الندب بل يمنعه هكذا. ما هو القياس يعني هذا الانتفاء الشرطي نعم لأنه كافر نعم الانتفاء الشرطي الشرط الإسلام ثم ويجب أيضا على من مر نهي عن المحرمات ليس هذا أمر بالصلاة والصوم فقط بل نهي عن المحرمات جميعا. وهذا نهي عن المحرمات فقط لا بل وينبغي والمكروهات الظاهرة هكذا كتب البصري نقل عنه علي عبد الحميد شرواني نهيه عن المحرمات والمكروهات الظاهرة يمنعه محرمات. فإذا لو كان يكذب يمنعه من الكذب بعد السبع بالتهديد وبعد العشر بالضرب لو كذب يضرب أو لو اغتاب يضرب وهكذا. ثم وتعليمه الواجبات أيضا عن المحرمات والمكروهات يعني. نعم مكروهات الظاهرة وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة يجب تعليمه الواجبات وغير الواجبات نحوها يعني نحو الواجبات ما هي من الشرائع الظاهرة هي يعني هذا مثلا حضور الجماعة نحو الواجبات هذا عندنا سنة مؤكدة الجماعة الراجية أنها سنة مؤكدة. فإذا يؤمر هذا الولد هذا الصبي المميز لسبع يؤمره للحضور في الجماعة وبعد عشر لو لم يحضر يضربه أيضا هكذا. الجماعة في المسجد نعم في المسجد نعم الجماعة يعني هذا تعتبر الجماعة التي يظهر بها الشعار وهذا الذي تجري في كل قرية بمساجدها. ثم لو كان له عذر للحضور في هذه الجماعة هو يصلي يعني جماعة أخرى هكذا. لو اجتمع المعذورون في الجماعة يصلون جماعة أخرى هكذا الحكم. لو لم يستطع أن يعقد جماعة مع سائر المعذورين يصلي منفردا. فإذا هذه الجماعة يعني الجماعة التي تقضى في مساجد البلاد هذه هي الجماعة. ثم ولو سنة كسباك وأمره بذلك ولا يندهي وجوب ما مر على ما مر إلا ببلوغه رشيدا. ثم يبدأ هذا الأمر لسبع ثم يضربه على تركها لعشر ثم متى يندهي؟ هل ينتهي ببلوغه؟ لا ينتهي ببلوغه بل مع البلوغ أن يصل إلى يعني رشده هذا الذي قال وأمره بذلك لا ولا ينتهي وجوب ما مر على ما مر
ما مر يعني هذا الأمر وكذلك التعليم والنهي وهذه الأمور على ما مر يعني على كل من أبويه وين على وكذلك على الوصي وعلى المالك وهكذا إلا ببلوغه رشيدا. ما معنى رشيدا؟ يعني صلح دينه هذا هو معنى الرشد بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرما يبطل العدالة مع كبيرة من كبيرة أو إصرار على صغيرة هذا معنى الرشد. فإذا ممكن بلغ 20 سنة لكن هو لم يصلح دينه حتى لا. فإذا والده يأمر أمه تأمر للصلاة والصوم هكذا وترك المحرمات أداء الواجبات في حقه هذا قال لا ينتهي وجوبه حتى يبلغ رشيدا ثم وأجرة تعليمه ذلك يعني هكذا يجب تعليم يحتال إلى أجرة. فإذا هذا أجرة تعليم على من؟ أجرة تعليمه تعليم الصبي ذلك ذلك يعني الصلاة والصوم يعني ما مر من سائر الشرائع كالقرآن والعذاب في ماله يعني في مال الصبي لو كان للصبي مال وهذا أجرته في ماله ثم على أبيه يعني لو لم يكن للابن للصبي مال يجب على أبيه ثم على أمه يعني لو لم يكن لأبيه مال فلو كان لأم مال يجب في أمه. فإذا ذكرنا هذا مسائل يعني الصبيان وكذلك الأرقاء. فإذا ما هي مسألة الزوجة الصغيرة رجل تزوج صغيرة هل يأمر زوجها بالصلاة أو لا يأمرها هذا الذي يقول تنبيه. ذكر السمعاني رحمه الله في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما صغيرة لها الأب والأم. فإذا من يأمرها بالصلاة لسبع ثم من يضربها لعشر على تركها الوالدان الأب والأم. فلو لم يكن يعني والدان فالزوج يجب على الزوج هذا معنى فالزوج. وقضيته وجوب ضربها. فإذا لو كان واجبا على الزوج الأمر لسبع فإذا يجب عليها الضرب لعشر ويضربها ضربا غير مبرح وجوب ضربها. وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الإسلام ابن البزري ابن البزري لا بكسر الباء الموحدة وسكون الزاي نسبة لبزر القطان لأنه كان يبيعه بزر القطان وقيل بفتح الباء وسكون الراء برزي مكتوب عندكم برزي البزري بزري ليس بزري أو برزي أو برزي قيل بفتح الباء وسكون الراء برزي نسبة إلى برزة قرية بدمشق هكذا اختلاف. فإذا ابن البزري هكذا صرح يعني الضرب واجب حتى في الكبيرة يعني زوجة كبيرة يترك الصلاة فزوجها يضربها على تركها هكذا. ثم قال شيخنا وهو ظاهر يعني هذا واجب ضرب الزوج زوجته على ترك الصلاة لكن متى إن لم يخشى نشوزا ممكن لو ضربها هي نشزت هي تنشز وتخرج وتذهب إلى بيتها أو إلى مكانها لو هكذا هكذا يخاف النشوز يتركه على باش. وأطلق الزركشي الندبة فإذا هناك يعني نعم الزركشي ذكر يعني الندبة سواء كان أطلق معنى الإطلاق سواء خشي النشوز أو لم يخش النشوز يندب الضرب. إن كان في بيت زوجها وكان صغيرا كيف يأمرها الأبوان؟ أبواني يذهبان يذهبان يقول
لم يزف بعدها إلى لم تنقل إلى بيت أبو شقيق. نعم. زفاف ما حصل الزفاف. وأول واجب حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا على الآبائي ثم على العلامة مرة. أول واجب حتى على الأمر بالصلاة يعني قبل الأمر بالصلاة يجب أمر آخر واجب كما قالوا على الآبائي ثم على من مرة يعني على الأبي والأمي على الجدي جدتي هكذا على الوصي وعلى الزوج تعليمه يعني تعليم المميز ماذا يعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وولد بها ودفن بالمدينة هكذا أول يعني أو مات بها أول واجب هذا تعليم عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من هو النبي قبل الأمور العقدية نعم وجود الله وهذا قبله هذا قبل كل شيء قبل كل شيء تعليم اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولية حقيقية نعم أولية حقيقية هكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه باقي الأمور هكذا فإذا لو رسخ في قلبه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يتبعه سائر الأمور الأمور العقدية أول واجب معرفة الله تعالى هكذا ذكر علماء الكلام وهذا بالنسبة إلى البالغ ليس بالنسبة إلى الصبي بالنسبة إلى الصبي أول واجب يعلم هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ثم بعده بعث بمكة دفن ولد بها دفن بالمدينة مات بها وهذه الأمور ليس هذه الأمور فقط بل يعلم جميع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بها عن غيرهم حتى يعلم لون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هكذا ذكر الإمام الكردي في حاشيته على بافضل في هذا المكان يعلم أنا لونه صلى الله عليه وسلم أيضا لذلك كانت في المدارس تدرس هذه الأمور لصغار جيد موزة الحافظة كيف أنا إذا سمحت نقف هنا نعم فصل في شروط الصلاة إن شاء الله سنقرأ ونتواصل غدا إن شاء الله الله يجزيك خير بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وأعطنا اللهم أحفظنا وغفر لنا اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار افكارنا وقنا شر وساوس الشيطان واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان اللهم عافنا واهلنا واولادنا وذوينا وبلادنا منا قاعد من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنها وضيق عيشها وعذاب الاخره اللهم احفظنا واياهم يا حفيظ من جميع البلايا والاعداء الى الامراض اللهم إنا نعوذ بك من الجنون من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع هذا الوباء عن العالم اللهم ارفعه عنا وعن بلاد المسلمين وعن بلاد عن البلاد كلها اللهم ارفعه عنا وعن المسلمين عن البلاد كلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين